بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ورحمة الله تعالى وبركاته علينا وعلى سائر المسلمين. اللهم يا ربي يا الله، هذا شهر ربيع الأول داخل علينا، نرجو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويثبت لنا أمورنا ويفرج عنا ما لنا من القواعد البذيئة، وهو أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله، أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك والحمد يا الله. اللهم ثبتنا على الحق وعلى دين الإسلام، وشرفنا بأن نكون من المسلمين الصالحين والصادقين إن شاء الله، بجاه حبيبك المصطفى وبجاه سر أسرار سورة الفاتحة التي أرسلها الله تعالى على لسان نبيه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فهي فاتحة الكتاب، والشرف لنا بأن نقرأها كل يوم ونثبت خطانا ومحبتنا للفاتحة الشريفة التي أرسلها الله لنا عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا شرف، يا عفيف، يا من له الأقوال والأفعال، يا من ثبته الله على دين حبيبه دين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله من أرجح العرب ميزانا وأفصحه بيانا، فأوضح الطريقة ونصح الخليقة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تظنون أيضا إلا ظن الحقيقة، فنحن في الحقيقة. We are in the truth. We have a seat that we possessed and we have been given to us from Allah subhanahu wa ta'ala, from Muhammad Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi al-Rusul, Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha al-mushtaquna nura jamalihi, sallu alayhi wa ala alihi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. من هنا، من هذا المنزل، نؤدي الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله. نرجو أن تأجرنا وتجعل بيننا وبينك محبة قوية لا نخاف فيها أبدا، وهي عبارة عن تقدمة من الحرم النبوي الشريف، وطريقنا إلى الله عز وجل سيكون، سنستحق أن نكون من أحبابه إن شاء الله. نجعل محبة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أهم مرحمة لنا. رحمنا الله بالمرحمة
مرحمة الدنيا والآخرة. ثبتنا الله على مشي حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قادم وقت قادم صعب جدا. كما قال مولانا الشيخ عبد الله الداستاني ومولانا الشيخ ناصر أن الناس ستمشي على 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 جسد الناس. الذين هم لهم قوة يمشون على الذين لا قبة لهم، فهؤلاء الذين لهم قبة في القبة الخضراء تكفي لإطعام المساكين. فنرجو أن يجعلنا الله عز وجل من إطعام المساكين. آمين. وإطعامنا أيضا برحمتك يا الله. هذه أمة صالحة ولها عديد من المحبة، فنرجو أن نكون بهذه المحبة، محبة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، حبة صغيرة تكفي لإطعام الدنيا جميعها من أولها إلى آخرها بظهور صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام. سيدنا المهدي عليه السلام حبة من حنطة كافية لإطعام الناس جميعا على وجه الأرض. سبحان الله. فكل إنسان يأكل من هذه الحبة تكفي للجميع الأمة. سبحان الله. نرجو الله أن يجعلنا معهم. آمين. من المحبوبين ومن الصالحين. آمين. ونرجو الله عز وجل أن يجمعنا مع الأنبياء والأولياء والأصفياء. آمين. حتى نكون إن شاء الله منهم. آمين. ونحن أصلا منهم. طبعا. نحن أصلا منهم. نمد أيدينا إليهم لإخراج البركة للأمة جميعا. هذه القبة الخضراء التي امتلأت بالمحبة أطعمت الناس جميعا، وخاصة أهل الطرق أهل التصوف. ونحن نرجو الله عز وجل أن يطعمنا من هذه الحبة. آمين. التي هي معجزة. سبحان الله. تكفي لإطعام جميع بني آدم. الله. وهذا شيء لا ليس بكثير. نعم. عند الظهور يخرج البركات وتخرج المعجزات. سبحان الله. نرجو الله عز وجل أن يجعلنا منهم من بينهم. ويفتح لنا قلوبنا. ويثبت لنا أقدامنا. وينصرنا على القوم الكافرين. أرجو من الشيخ طاهر الصديقي أن ينشر هذه الأوامر للجميع. فمن يعمل بها يفوز، ومن لا يعمل إن شاء الله يفوز. يكون بركة الأولياء يثبتونه لأنه مسلم. الحمد. إن شاء الله.